باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. أمام الملائكة أرتل لك وأسجد نحو هيكلك المقدس. الشماس بولس ملاك يقدم المجموعة الثانية من التماجيد في شريطه الجديد، الجزء الثاني من تماجيد السمائيين. رئيس الملائكة الجليل رفائيل، كلمة رفائيل معناها الله يشفي، هو ملاك الرحمة، لذا يسرع لمعونة كل من يطلب منه العون والشفاء من مرض ما. ورد ذكره في الكتاب المقدس بأنه كان دليل طوبيا خلال رحلته المليئة بالمخاطر، وعند العودة حرر نسيبة لطوبيا كان قد مسها الشيطان فشفاها، وهكذا استطاع طوبيا أن يتزوجها كما شفى كذلك والده الأعمى طوبيط. إنه شفيع للصحة الجسدية والروحية، ومن أهم ألقابه الملاك الشافي ومفرح القلوب. تذكار الملاك رفائيل في اليوم الثالث من الشهر الصغير، وتكريس كنيسته بالقسطنطينية في اليوم الثالث من شهر كياك المبارك في كل عام. من آدم ليعقوب ولكل من يتوب، رفائيل مفرح القلوب. السلام للملاك رفائيل، مملوء نعمة وعزة، رافع صلوات ودعاء للسبعة رؤساء. السلام للملاك رفائيل، واقف أمام الثالوث يقول قدوس قدوس قدوس، ويشفع في النفوس. السلام للملاك رفائيل، اسمك جميل محلى، معنا شفاء الله مبارك من سماء. السلام للملاك رفائيل، الرب صانع الخيرات في الأرض وفي السماوات، يرسلك للنجدات. السلام للملاك رفائيل، جميل الصورة بديع، لطبيط كنت مطيع وصحبت ابن الوديع. السلام للملاك رفائيل، سارة بنت رعوئيل، إبليس أزقها الويل، صرخت له بعويل. السلام للملاك رفائيل، لسارة سمعت صلاة، وطبيت عرفت ندا، وطبيا كنت معاه. السلام للملاك رفائيل، ظهرت بالأنوار أمام رب الأبرار، للرسل الأطهار. السلام للملاك رفائيل، في ثالث يوم من الشهر الصغير نسبح الرب الحي في تذكارك الباهي. السلام للملاك رفائيل، في 13 كياكي أول بيعالك، ظهرت فيها عجيبك. السلام للملاك رفائيل، من البحر يا رفائيل نجيت خادم الإنجيل، ونورت له أنديل. السلام للملاك رفائيل، عزيت الأتقية فرحت الشهداء، والخطى صاروا أتقية. السلام للملاك رفائيل، عيدك كله بركات وصلاة وتقديسات، ترفعها للسماوات. السلام للملاك رفائيل، تساعد كل ذليل، تحرسنا نهار وليل، تنور لنا السبيل. السلام للملاك رفائيل، اطلب من الرب يسوع يبارك في الجموع ويمسح كل الدموع. السلام للملاك رفائيل، اطلب من الحنان الفادي الديان يحفظنا في الإيمان. السلام للملاك رافائيل بيعرش أنجيلوس، صليب مافن بكفوك بابلوس، خايتهم بن شويسيسوس. السلام للملاك رفائيل،
تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين، الكل يقولون يا إله الملك رفعيل عنا أجمعين. رافائيل بنشتي انعرشي انجيلوس. القديس العظيم سمعان الخراز، نقرأ عنه ضمن سيرة البابا ابراهام بن زرعة، البابا 62 من بابوات الكرسي المرقوسي، والذي تمت في عهده معجزة نقل جبل المقطم. فقد أوغر الوزير اليهودي الذي أسلم يعقوب بن كلس صدر المعز لدين الله أول الخلفاء الفاطميين في مصر ضد المسيحيين، وكان هذا الخليفة متسع الأفق واسع الصدر فهيما، فقال له الوزير: مكتوب في إنجيل النصارى من كان له إيمان مثل حبة خردل فإنه يقول للجبل انتقل واسقط في البحر فيفعل. فإما أن يكون النصارى على صدق أو كذب في إنجيلهم. استدعى الخليفة البطريرك وسأله عن حقيقة ورود هذا القول في الإنجيل المقدس، فأجابه بالإجاب، طلب إليه أن يرى هذه الآية وإلا أفنى النصارى بالسيف. كانت مفاجأة للبطريرك واعتراه خوف عظيم، ولم يعرف بماذا يجيب سوى أن طلب أن يمهله 3 أيام. استدعى البطريرك الكهنة والأراخنة والشعب في بيعة العذراء المعروفة بالمعلقة، وأعلمهم بالأمر وهو يبكي، ووضع على الرهبان قانون صلاة وصوم بالخبز والملح والماء من المساء إلى المساء، وأن يجتمعوا في الكنيسة ليل نهار. أما البطريرك فظل صائما هذه الأيام 3، ومن فرط حزنه وإعيائه سقط في صبيحة اليوم 3 على الأرض وغفى غفوة يسيرة، فرأى السيدة العذراء وقالت له بوجه فرح: ما الذي أصابك؟ أخبرها بالأمر، فقالت له العذراء: لا تخف، فإني ما أغفل عن الدموع التي سكبتها في كنيسة هذه. وقالت له أن يقوم ويخرج من موضع معين يؤدي إلى السوق الكبير، وسيجد إنسانا بعين واحدة يحمل جرة ماء، وهذا الإنسان هو الذي تتم على يديه الآية. استيقظ البطريرك وهو مرتعب ونهض بسرعة وصار في الطريق كما قالت له العذراء، ووجد الرجل فأمسكه وقال له: من أجل الرب ارحم هذا الشعب. ثم روى له عن الموضوع الذي لأجله تقابل معه، فقال له الرجل: اغفر لي يا أبي، فإني خاطي ولم أبلغ إلى هذا الحد. عندئذ أخبره البطريرك بما قالته له السيدة العذراء، ثم سأله عن صناعته فأراد أن يخفي أمره، لكن البطريرك وضع عليه الصليب وسأله ألا يخفي شيئا عنه من أمره، وقال له: يا أبي، أنا أخبرك بحالي على أن تكتمه. أنا رجل دباغ، وعيني هذه التي تراها أنا قلعتها لأجل وصية الرب، عندما نظرت ما ليس لي نظرت شهوة، ورأيت أني ماضي إلى الجحيم بسببها، ففكرت وقلت الأفضل لي أن أمضي إلى الحياة بعين واحدة كما قال السيد المسيح له كل المجد، من أن أمضي إلى الجحيم بعينين. وأنا في هذا الموضع أجير لرجل دباغ ولا يفضل مما أعمل به في كل يوم إلا خبزا آكله، والباقي أعطيه للمسطورين المنقطعين من الإخوة نساء ورجالا، وهذا الماء أسقيه لهم كل يوم قبل أن أمضي إلى شغلي وأمضي به إلى قوم فقراء
لا قدرة لهم على شرائه من السقة، فنهاري كله أعمل في المدبغة وليلي أقضيه في الصلاة. هذا هو حالي، وأنا أسألك يا أبي ألا تظهرني لأحد، فليس لي قدرة أن أحتمل مجد الناس، بل الذي أقوله لك افعله. أخرج أنت والكهنة والشعب كله إلى الجبل الذي يقول لك الخليفة عنه، ومعكم الأناجيل والصلبان والمجامر والشمع الكبير، وليقف الخليفة وعسكره وجماعته في جانب، وأنت وشعبك في جانب، وأنا خلفك قائم في وسط الشعب بحيث لا يعرفني أحد. واصرخ أنت وكهنتك قائلين يا رب ارحم عدة مرات، ثم مرهم بالسكوت والهدوء وتسجد ويسجدون كلهم معك، وأنا أسجد معكم من غير أن يعرفني أحد. وافعل هكذا 3 مرات، وكل دفعة تسجد وتقف وتصلب على الجبل بعلامة الصليب، فسترى مجد الله. طاب قلب البابا بهذا الكلام، وتوجه للخليفة المعز ومعه الشعب، وقال له إنه مستعد للخروج للجبل. وفعل البطريرك كما قال له الرجل، وصرخوا دفعات كثيرة يا رب ارحم، ثم أمرهم بالسكوت وسجد على الأرض، وسجد الجميع معه 3 مرات، وكل مرة يرفع وجهه ويصلب يرتفع الجبل عن الأرض، وإذا سجدوا نزل الجبل إلى حده، فاعترى الرعب الخليفة ومن معه وصاحوا الله أكبر. ثم قال المعز للبطريرك بعد 3 مرات، حسبك يا بطريرك، قد عرفت صحة دينكم. فلما هدأ الموقف التفت البطريرك يطلب الرجل القديس سمعان الخراز فلم يجده. بسم الله القدوس إلهنا الرب يسوس، مريح كل النفوس في العصر الفاطمي، قد قام المشتكي على أولاد العلي، دبر الموت والهلك والسر ما أدرك في آية من السماوات، أراد بها التشكيك في إيماننا المستقيم، خدعة من الشيطان، قال إلهكم بيقول لو إيمانكم مثل البذور ينقل الجبل الجسور. رد البابا إبراهام بطريرك أولاد الحنان صاحب قلب الإيمان، إلهنا إله عظيم، ما عنده مستحيل ولا شيء عسير، اندهش السامعين من الإيمان المستقيم فطلبوا التنفيذ، وعدوا لان ببرام بالتنفيذ والإتمام بعد الصوم والصلاة، صلى البابا والمؤمنين لإلهنا الرب الأمين لينقذهم من الأنين، أنت إلهنا موجود ذليل دهر الدهور، سلطانك على كل الكون، إلهنا شفوق حنان اختار رجل الإيمان والبر والإحسان، جاتوا رسالة السماوات من العذراء نبع البركات تمسح من خده الدمعات، قم يا راعي القاطيع بإيمان تستطيع ما قد يبدو عسير،
اخترت لك سمعا رجل طاهر منصن من أعمال الشيطان، رجل عينه نقية وحواسه محمية من شر الخطية، رجل إيمانه مقواه اخترته للنجاة واستجابة الصلاة، إنسان آمن معروف له العالم مكشوف حافظ الوصية بخوف، بالمخرز عينه أفرغها والخطية رفضها وطهرته كسبها، رجل متواضع مسكين لبسه للمحتاجين صوم وصلاة مستدمين، يعطي الخبز للجائعين ويسقي العطشانين قدوة للمؤمنين، بصر على باب رام أخذ البشرى بسلام عن القديس وقام، وجد القديس منتظره وواضح فيه بره وحامل جرته، امسك البابا بسرور وقال له دي ام النور قالت عنك بحبور، سجد القديس في الحال وقلبه الطاهر الخاطي أنا وغلبان، طلب القديس سمعا أرجوك عدم الإعلان عني وعن اللبان، بعدها جت الجموع لعمل الرب يسوع صلى البابا بخشوع، صح القديس والجموع كيرياليسون تمجد يا يسوع ارتفع الجبل في طوع، صرخ الجامع في جنون وقف ده الهلاك هيكون والخليقة راح تزول، صامت فم الحاضرين وقالوا آمين آمين إلهكم صادق وأمين، سبح البابا والأحبار شاكرين مظهر الأطهر ده إلهنا يا ناس جبار، هرب القديس سمعا بتواضع ما ظهر لم يسعى للإعلان، أنت إله الكون بك لنا كل العون كما كان هكذا يكون، لم نحياك حياتك لم نؤمن كيمانك انفعنا بصلواتك، قدس لنا أذهاننا وافتح لنا أفهمنا لندرك عمق إيماننا، في حياتنا كم من جبل من الخطايا والأحمال وأفكار وأقوال، كما حافظ تحفظنا من العالم واقبلنا وقدس دواخلنا، ارفع شانك نستك أولادك وحبايبك وده كله عشان مجدك، كنيستك لا تزول كإيمان بطرس الرسول تسبيحك حلو المقول،
احفظ لنا بطركنا واحمي شعب بيعتنا بصلوات وعنا تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله القديس سمعان عنا أجمعين. الشهيد العظيم المعلم ملطي كان كاتبا عند أيوب بك الدفتر دار من مماليك محمد بك أبو الذهب، ولما احتل الفرنسيون البلاد كونوا ديوانا للنظر في القضايا العامة وجعلوا المعلم ملطي رئيسا له بموافقة أعضائه من مسلمين ومسيحيين، وذلك لما امتاز به من الاستقامة والخبرة وحسن التدبير. واستمر المعلم ملطي يدير الديوان بمهارة مدة حكم الفرنسيين، وبعد خروجهم نودي بألا يتعرض أحد لأعيان المسيحيين، وبخاصة المعلم جرجس الجوهري والمعلم واصف والمعلم ملطي. ولما اضطربت البلاد واختل الأمن بها في أيام طاهر باشا والي مصر، قبضوا على المعلم ملطي وقطعوا رقبته عند باب زويلة، فنال إكليل الشهادة في 12 بشانس سنة 1519 للشهداء الموافق 19 مايو سنة 1803 ميلادية. بركة شفاعته وصلواته فلتكن معنا، آمين. يسوع حبيب قلبي اختار شهيد بيعتي ورفع شانه ربي المعلم ملطي، قد كان هذا البر كاتبا طاهر مختار عند الدفتر دار المعلم ملطي، أيوب أحد المماليك وكان هذا السعيد شيخا طاهر مجيد المعلم ملطي، صار رئيس للديوان بموافقة الإخوان زكوه الجميع ببيان المعلم ملطي، نظرا لما امتاز به من الحفاظ على أسرار الناس استقامة وتدبير خبرة مع حسن سير ومخافة للقدير المعلم ملطي، ظل هذا الأمين يدير الشؤون بيقين في عهد الفرنسيين المعلم ملطي، اضطربت البلاد وضع الاغتباط قبضوا بلا احتياط المعلم ملطي عليه وقطعوا رقبته وربوا أعطاه إكليل مجده المعلم ملطي، صلواته تكون معنا طلباته ترفعنا للرب فيقبلنا وتكون لنا حارس من كل الدسائس وللملكوت ناريس المعلم ملطي، تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله المعلم ملطي أعنا
أجمعين. Αξιός διασλόφορος εμάρτυρος μπεν σαχμαλατή. القديس الطباوي المغبوط والناسك العظيم الأنبا تكلهي منوت الحبشي. ولد هذا القديس في قرية قرب أورشليم، كانت نصيبا لصادوق وأبي يسار الكاهنين في عهد الملك سليمان بن داود. فصادوق هذا ولد عزاريا، وعزاريا ولد صادوق على اسم والده، وصادوق هذا ولد لاوي، وهكذا إلى أن ولد والد هذا القديس وكان اسمه سجاز آب، أي نعمة الآب. ثم تزوج بامرأة اسمها سارة، وكانا كلاهما برين خائفين الله وغنيين جدا، وكانا يعملان تذكارا لرئيس الملائكة الجليل ميخائيل في اليوم الثاني عشر من كل شهر قبطي، ويقدمان صدقة للفقراء والمساكين. أما سارة والدة هذا القديس فكانت حسنة المنظر، جميلة الطبع، متحلية بفضائل كثيرة، لذلك دعوها مختارة الله، غير أنها كانت مرة النفس، متوجعة القلب هي وزوجها، لأنهما لم يرزقا ولدا يقر أعينهما. وكان زوجها أيضا يذهب إلى الكنيسة وقت رفع البخور ويعلم الشعب أصول الإيمان، وفي كل مرة كان يأخذ معه من ماله الخاص تقدما لبيت الله. ثم اتفق الاثنان على توزيع أموالهما على الفقراء والمعوزين والأديرة والكنائس. وبعد ذلك ظهر لهما ملاك الرب في رؤيا الليل وبشرهما بميلاد هذا القديس. فلما ولد وبلغ من العمر سنة ونصفا حدث جوع في أثيوبيا، وكان اليوم الثاني عشر من شهر برمهات تذكار الملاك الجليل ميخائيل رئيس الطغمات السمائية قد اقترب. فصارت أم الطفل تبكي حزينة على خلو يدها وعدم إمكانها القيام بعمل التذكار، فمسح الطفل دموعها بيديه الصغيرتين، ولعدم إمكانه النطق أشار إليها بيده أن تدخله إلى حيث كان هناك طبق فيه قليل من الدقيق، فأدخلته ووضع يده في ذلك الدقيق القليل فصار كثيرا حتى بدأ يتدفق إلى الأرض، فأحضرت قففا، وكان كلما فرغ الطبق عاد إلى الامتلاء، وهكذا إلى أن امتلأت 12 قفة. فعلمت أمه أن الرب معه، وقدمت إليه قدور السمن والزيت الفارغة، فوضع يده عليها فامتلأت أيضا بقوة الله. ولما حضر أبوه من الكنيسة وعلم بالأمر مجد الله كثيرا، ثم عمل التذكار وأطعم الفقراء وكل الجيران. وقد شرفه الله بعمل آيات كثيرة في حياته وبعد مماته. ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام، وتعيد له الكنيسة في 24 مصر من كل عام. نبدأ يا مؤمنين نسبح إلهنا العظيم ونرتل بالتهليل. تعالوا يا مؤمنين وابتهجوا فرحين، فإن اليوم هو عيد. ارتفعت بالحقيقة أمام الرب القدس أيها الأب الطاهر.
لأنك مثل يوحنا الصابغ والشهيد. طوبك يا ابن المواعيد، طوبتك له إيمانه، طوبى لأبيك سجز أب الكاهن والقديس، طوبى لأمك سارة، طوبتك له إيمانه، هرب أبوك من الأشرار في وسط البحيرة صار، فأته ميخائيل طيار، طوبتك نالوا كثير الألم لكن الملك نجا، حفظوا من أجل ميلاد أراد الجند الأشرار أن يؤذوا أم البر، الرب بنجاتها أشار، قصدت البرية وتآنست بالوحوش وعشت في روحانية، قصدك الله إيمانه، هدمت الوثنية والبدع الشيطانية بالقوة الإلهية، قصدك الله إيمانه، عجائب في كتانا قد صنعت بأمانة بصلوات أبانا، قوتك الله إيمانه، أتيت بفرح كثير حين بشرت بالإنجيل فسموك رسولا جليل، قوتك الله إيمانه، في مدينة تدعى دموت خلصت الناس من الموت حين هلك الإله المنفوت، رفعت صلواتك أمام الرب القدس فأحبك إلهك، قوتك الله إيمانه، واجهت قوة الشيطان في حرب روحية بإمكان فانتصرت بقوة الديان، قوتك الله إيمانه، ظهر لك الشيطان في مكان ملأنا أشجار ليخيفك بقوة النار، قوتك الله إيمانه، أخزيته بصلاتك وقوة طهرتك ففر من أمامك، قوتك الله إيمانه، نفوك في بئر عميقة أنقذك ملاك من الضيقة فتمجد الله بالحقيقة، علقوك على شجرة بحبال فالتوت الشجرة في الحل فانزهل كل الرجال، قوتك الله إيمانه، في زيارة لأورشليم تفقدت الأقاليم يا محب يسوع المسيح، قوتك الله إيمانه، أكملت جهادك بثبات وربحت في الوزنات فاستحققت السماوات، قوتك الله إيمانه، أيضا بعد نياحتك ظهرت بطهرتك وعطر قداستك، قوتك الله إيمانه، لأنبا حزقي ظهرت وبيوم عيدك أخبرت ولحضورك أشرت، فقلت بجسدي طوفوا حول المذبح صلوا فأضع قنديل من ذاته، قوتك الله إيمانه، طوبك أيها البار الطاهر المختار يا ساكن بين الأبكار، قوتك الله إيمانه، نكرمك في كل حين نذكر اسمك العظيم في مجمع القديسين، قوتك الله إيمانه، طوبك يا جبل شهيت يا زاخر بالرهبان سوريا وحبش ورومان، قوتك الله إيمانه، تسندنا صلواتك وننال من بركاتك واحنا بنقبل جسدك، قوتك الله إيمانه،
جسدك معنا كل حين، في كنيستك أتينا به ليكون لنا زخرا ومعين. قوتك الله بانوت، تعالوا اليوم بسرور نفرح بسيرة المغبوط أبونا القديس المبرور. يا حارس لأولادك، يا عظيم في قوتك، يا أمين في دعوتك. لا تنسى الخاطئين وكل البعيدين، اطلب عن بافلوس يا أمين. اشفع في المنكسرين وكل المعصورين وأيضا المتضايقين. ولا تنسى بطركنا وشركاء وسقفتنا وكل رتب بيعتنا. تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين نصرخ يا إله أفتك له منوت عنا أجمعين. أفاتك لهي منوت بأبوستولوس نرم إيصافش. معلمنا القديس بولس الرسول ولد في طرسوس قبل ميلاد مخلصنا بسنتين، وهو من جنس يهودي من سبط بنيامين، فريسي ابن فريسي، وكان عالما خبيرا بشريعة التوراة شديد الغير عليها مضطهدا للمسيحيين. ولما رجموا القديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء كان يحرس ثياب الراجمين، وأخذ رسائل من قيافة إلى اليهود المتوطنين في دمشق للقبض على المسيحيين. وبينما هو في طريقه إلى دمشق أشرق عليه نور من السماء فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس. ثم أمره أن يذهب إلى حنانيا بدمشق، وهذا عمده، وللحال فتحت عيناه وامتلأ من نعمة الروح المعزي، وجاهر بالإيمان وجال في العالم وبشر بالمصلوب، وناله كثير من الضرب والحبس والقيود. ثم دخل روميا ونادى بالإيمان، فآمن على يديه جمهور كثير، وكتب لهم الرسالة إلى أهل روميا، وهي أولى الرسائل 14 التي له. أخيرا قبض عليه نيرون وعذبه كثيرا وأمر بقطع رأسه، وبينما هو ذاهب مع السياف التقت به شابة من أقرباء نيرون الملك، كانت قد آمنت على يديه، فصارت معه وهي باكية إلى حيث ينفذ الحكم، فعزاها ثم طلب منها القناع ولف به وجهه وأمرها بالرجوع، وقطع السياف رقبته وتركه. وكان ذلك سنة 67 ميلادية. فقابلت الشاب السياف أثناء عودته إلى الملك وسألته عن بولس، فأجابها أنه ملقى حيث تركته ورأسه ملفوف بقناعك. فقالت له: كذبت، لقد عبر هو وبطرس وعليهما ثياب ملكية وعلى رأسيهما تجان مرصعان باللآلئ وناولني القناع، وها هو وأرته إياه ولمن كان معه. فتعجبوا من ذلك وآمنوا بالسيد المسيح له كل المجد. وقد أجرى الله على يدي بطرس وبولس آيات كثيرة عظيمة، حتى أن ظل بطرس كان يشفي الأمراض، ومناديل ومآزر بولس تبرئ الكثيرين فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة.
وتعيد لهما الكنيسة بتذكار استشهاد الرسولين بطرس وبولس في 5 أبيب من كل عام. في سماء ربي الحنان يعيش هذا الإنسان من كرز بالإيمان، معلمنا بولس الرسول معنى اسمه ممدوح، هذا المملوء بالروح اسمه عالم يلوح، معلمنا بولس الرسول مولود في طرسوس، هذا الرسول المانوس حبيب رب القدوس، معلمنا بولس الرسول من سبط بنيامين، هذا الرجل الامين خادم يسوع المعين، معلمنا بولس الرسول اسمه الروحاني شاول بالعبراني وبولس بالروماني، معلمنا بولس الرسول أبويه يهوديين في المذاهب الفريسيين اضطهدوا المسيحيين، معلمنا بولس الرسول أجاد اليهودية وحفظ العبرية بغيرة نارية، معلمنا بولس الرسول وحرس هذا المانوس ثياب رجم اسطفانوس شهد الرب يسوع، معلمنا بولس الرسول وحدث انه كان اخذ رسائل الطغيان ضد عبيد الديان، معلمنا بولس الرسول وعندما اقترب من دمشق ابرق حوله نور فسقط، معلمنا وسامع صوت يقول له شاول شاول أنا ربك المهول، معلمنا بولس الرسول لماذا تضطهدني أنا ومن يتبعني، فسأله اخبرني، معلمنا بولس الرسول ماذا تريد مني يا ربي وجبلني، قال اذهب إلى ابني، معلمنا بولس الرسول ذهب هذا النفيس إلى حنانيا القديس عمده بالتغطيس، معلمنا بولس الرسول فملأوا روح فاديه وسقط من عينيه قشورا لينقي، معلمنا بولس الرسول مضى 3 سنوات في الصحراء بثبات ينال من البركات، معلمنا بولس الرسول كالبولس المحبوب يكرز بين الشعوب باسم يسوع المصلوب، معلمنا جاهد هذا البر في الأصوام والأزهار وجال في الأقطار، معلمنا بولس الرسول كان أفضل في الأتعاب أوفر في الضربات أكثر في الجلدات، معلمنا بولس الرسول في عطش وجوع في صبر ودمع من أجل الرب يسوع، معلمنا بولس الرسول يا كروزنا العظيم ذقت عذابنا أليم من أجل الرب الرحيم، معلمنا بولس الرسول في جلدات وسجون مع أحزان وشجون قواك إلهنا الحنون، معلمنا بولس الرسول وكان حبك عجيب وجهادك كان فريد عشت كرسول غريب، معلمنا بولس الرسول كتبت 14 رسالة للبشر وخدمت بدون ضجر، معلمنا بولس الرسول
قمت يا ذو التطويبات بكثير من الرحلات للكرازة بثبات، وعلمنا بولس الرسول حتى الوالي سرجيوس آمن بالرب يسوس والساحر صار في عبوس، وعلمنا بولس الرسول شفى في الاستراب بقوة ربنا المقعد بقدمه، وعلمنا بولس الرسول ورا في الرؤيا قائم يطلب عنا عبر إلينا وأعنا، وعلمنا بولس الرسول أثروه مرتين وتحمل إلى مين العذاب بيقين، وعلمنا ارتعب فيليكس الوالي من إيمان بولس الغالي وكلامه عن العالي، وعلمنا بولس الرسول أيضا أمام فيستوس شاهد للرب يسوس بإيمان قوي محسوس، وعلمنا بولس الرسول عظيم في الإرشاد قد أكملت الجهاد وفزت بالأمجاد، وعلمنا بولس الرسول قطع نيرون راسه بالسيف صعدت روحه عند يسوع ربه، وعلمنا بولس الرسول في الخامس من أبيب استشهد الحبيب في البيع للنصيب، وعلمنا صلواته تكون معنا طلباته ترفعنا للرب فيقبلنا، وعلمنا بولس الرسول وتكون لنا حارس من كل الدسائس وللملكوت ناريس، وعلمنا بولس الرسول يا شهيد وأبسطولوس أذكر ابنك بابلوس لكي يرث الفردوس، وعلمنا بولس الرسول تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله بولس الرسول عنا أجمعين. البابا بطرس الأول، البابا السابع عشر من بابوات كرسي الكرازة المركوسية المعروف بخاتم الشهداء، هو ثمرة صلوات أمه صوفية زوجة الكاهن الإسكندري ثيودوسيوس، إذ طلبت من الله في عيد الرسل الأطهار أن يهبهما ثمرا، وفي الليل ظهر لها شخصان يلبسان ثيابا بيضاء يعلنان قبول الله طلبتهما، وبالفعل ولد بطرس في عيد الرسل التالي، وبعد 3 سنوات قدماه الوالدان للبابا سؤونة لكي يباركه، وفي 5 أرسل ليتعلم الدين، وقد أقيم في 7 أغنسطسون، وفي 12 شماسا يخدم الله بروح تقوى نسكي، وكان ملازما الكنيسة ليلا ونهارا منكبا على الدراسة سالكا في اتضاع، فأحبه الجميع وسيم قصا في 16 من عمره، قيل أنه كثيرا ما كان يرى السيد المسيح له كل المجد وهو يناول المؤمنين بيد البابا سؤونة. عرف القس بطرس كيف ينسحب من وقت إلى آخر للدراسة في الكتاب المقدس حتى تأهل أن يكون عميدا لمدرسة الإسكندرية اللاهوتية،
ويلقب بالمعلم البارع في المسيحية. وعندما جاء سابيليوس القائل بأن الله أقنوم واحد يظهر تارة في شكل الآب وأخرى في شكل الإبن وأيضا في شكل الروح القدس، أرسل له البابا سأونا القس بطرس فاستصغره، لكن سرعان ما أفحمه، بل وقيل أنه أصيب بمرض خطير ومات في الحال وتشتت أتباعه. وقد وهب الله هذا الكاهن عطية إخراج الشياطين وشفاء المرضى، إذ كان البابا سأونا في مرض الموت رأى السيد المسيح يطمئنه على الخدمة قائلا له: أيها البستان للحديقة الروحية، لا تخف على البستان ولا تقلق، سلمه إلى بطرس الكاهن يرويه، وتعال أنت لتستريح مع أبائك. فأخبر البابا تلميذه الذي بكى لشعوره بعظم المسؤولية. وفي أول أمشير سنة 18 للشهداء الموافق 25 يناير سنة 302 ميلادية، سيم القس بطرس بابا الإسكندرية السابع عشر. أفتح فيب التمجيد وأذكر للتخليد رئيس الكهنة الشهيد بابا بطرس خاتم الشهداء. أخبركم يا أحب عن البابا بطرس خاتم الشهداء، عظيم ورئيس آباء بابا بطرس خاتم الشهداء. أبوه كان أسس مقام ورافع ونفيس، طاهر ورجل قديس بابا بطرس خاتم الشهداء. طلب كزكريا من إله كل عطية أن يرزق ذرية بابا بطرس خاتم الشهداء. أم نسل الأبرار بكت بدموع غزر في عيد الرسل الأطهار بابا بطرس خاتم الشهداء. رأت في رؤيا المنام من يبشرها بغلام بطرس وبولس الكرام بابا بطرس خاتم الشهداء. رزقت بهذا النذير وكان فصيح وقدير في العلم والتبشير بابا بطرس خاتم الشهداء. رسموا البابا سأونا في رتبة الشمس ثم كاهن لقدس الأقداس بابا بطرس خاتم الشهداء. اختارته السماء مدبرا فرئيس آباء هو خاتم الشهداء بابا بطرس خاتم الشهداء. راعي صالح وأمين حصن شعبه تحصين من بدع المبتدعين بابا بطرس خاتم الشهداء. منهم أسقف أسيوط ميلتيوس صار مربوط بمجمع جمع المغبوط بابا بطرس خاتم الشهداء. ويسوع في رؤيا نداه عن أريوس قد ناهى من أنكر ابن الله بابا بطرس خاتم الشهداء. إياك يا قديس تقبل أريوس قسيس ده فيه روح إبليس بابا بطرس خاتم الشهداء. فقطع لصوت السماء وجمع مجمع لابا فنادوا كل الأراء بابا بطرس خاتم الشهداء. حرموا أريوس حرمان مع حزب الشيطان وحفظوا لنا الإيمان بابا بطرس خاتم الشهداء. رأيت قوة إيسوس على كرسي مريموروس فأبيت الجلوس بابا بطرس خاتم الشهداء. طلبت من إله السماء أن تحقن الدماء وتكون آخر الشهداء بابا بطرس خاتم الشهداء. أعطاك سؤل قلبك ومضيت إلى ربك الذي اختارك وأحبك بابا بطرس خاتم الشهداء. السلام لك يا أبا بطرس يا راعي شعب إيسوس وموصلهم للفردوس بابا بطرس خاتم الشهداء.
السلام لك يا قديس يا ابن القسيس يا حبر النفيس بابا بطرس ختم الشهداء. السلام لك يا مختار يا رئيس الأحبار يا مؤتمن على الأسرار بابا بطرس ختم الشهداء. طوباك ثم طوباك أكسيوس 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 يا من أكملت مسعاك بابا بطرس ختم الشهداء. اذكرنا يا أبانا لنكمل مسعانا ونحظى برجانا بابا بطرس ختم الشهداء. تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله البابا بطرس أعين أجمعين. أكسيوس أفا بطرس يروما أرتيروس. القديسة مريم المصرية السائحة ولدت في مدينة الإسكندرية نحو سنة 61 للشهداء 345 ميلادية من أبوين مسيحيين، ولما بلغت 12 سنة خدعها عدو البشر فجعلها له فخا وشركا فاصطاد بها نفوسا كثيرة لا تحصى، ومكست على هذه الحالة 17 عاما حتى أدركتها محبة الله، فرأت قوما ذاهبين إلى بيت المقدس فسافرت معهم، وإذ لم يكن معها أجرة سفرها أسلمت ذاتها لأصحاب السفينة حتى وصلت إلى بيت المقدس، وهناك أيضا كانت تأتي هذا الاسم. ولما أرادت الدخول من باب كنيسة القيامة شعرت بقوة خفية جذبتها من الخلف، وكلما كانت أرادت الدخول تشعر بمن يمنعها، وللحال تحققت أن ذلك لسبب نجاستها، فرفعت عينيها وهي منكسرة القلب وبكت مستشفعة بالسيدة العذراء، وسألتها بدموع حارة أن تتشفع فيها لدى ابنها الحبيب، ثم تشجعت وأرادت الدخول مع الداخلين فلم تجد ممانعة، فدخلت مع الساجدين وصلت إلى الله طالبة أن يرشدها إلى ما يرضيه، ثم وقفت أمام أيقونة العذراء البتول الزكية وتوسلت إليها بحرارة أن ترشدها إلى حيث خلاص نفسها، فأتاها صوت من ناحية الأيقونة يقول إذا عبرت الأردن تجدين راحة وطمأنينة، فنهضت مسرعة وخرجت من ساحة القيامة، وفي الطريق قابلها إنسان وأعطاها 3 دراهم من الفضة ابتاعت بها 3 أرغفة من الخبز، ثم عبرت نهر الأردن إلى البرية ومكست بها 47 سنة منها 17 سنة وهي تقاتل العدو ضد الإسم الذي تابت عنه، حتى تغلبت بنعمة الله وكانت تقتات طول هذه المدة بالحشائش. وفي السنة 45 لسياحتها خرج القديس زوسيما القس إلى البرية حسب عادة الرهبان، وكان في مدة صوم 40 المقدسة خرج للاختلاء والتنسك، وبينما هو يسير في البيداء رأى هذه القديسة عن بعد فظنها خيالا، وصلى إلى الله أن يكشف له أمر هذا الخيال، فألهمه الله أنه إنسان فأراد اللحاق به فكان يهرب أمامه، ولما رأت أنه لم يكف عن تعقبها نادته من وراء أكما قائلة يا زوسيما إن شئت أن تخاطبني فارمي شيئا أستتر به لأني عارية، فتعجب إذ دعته باسمه ورمى لها ما استطرت به، فجاءت إليه وبعد السلام والمطنيات سألته أن يصلي عليها لأنه كان كاهنا واستوضح عن سيرتها،
فقصت عليه جميع ما جرى لها من أول عمرها إلى ذلك الوقت، ثم التمست منه أن يحضر معه في العام القادم القربان المقدس ليناولها منه. وفي العام التالي حضر إليها وناولها من السرائر الإلهية، ثم قدم لها ما معه من التمر والعدس، فتناولت بعض حبات من العدس المبلول، وسألته أن يعود في العام المقبل، وحضر إليها في الميعاد فوجدها قد تنيحت، ورأى أسدا واقفا بجوارها وعند رأسها مكتوب: ادفن مريم المسكينة في التراب الذي منه أخذت. فتعجب من الكتابة ومن الأسد، وفيما هو مفكر كيف يحفر الأرض لمواراتها، تقدم الأسد وحفر الأرض بمخالبه، فصلى الأب عليها ودفنها، ثم عاد إلى ديره وأخبر الرهبان بسيرة هذه القديسة، فازدادوا ثباتا في المراحم الإلهية وتقدما في السيرة الروحية، وكانت سنو حياتها 76 سنة. وتعيد الكنيسة بتذكار نياحتها في 6 برمودة من كل عام. والآن نستمع إلى تمجيد القديسة مريم المصرية السائحة من الدكتور رفيق ميخائيل من شمامسة كنيسة القديسة مريم المصرية بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. أدعي يا إخواني أحرك لساني وأمدح بتفاني مريم المصرية هذه النقية مولودة في الإسكندرية من عائلة مسيحية مريم المصرية لما بلغت بسلام 12 عام خدع العدو الملام مريم المصرية فصد بها الشيطان نفوس كثيرة يا إخوان وصارت في مجون مريم المصرية ومكثت بارتجال على هذا الحال 17 عام مريم المصرية إلى أن أدركتها محبة الرب خلقها فرأت يوم بعينيها مريم المصرية قوما كانوا ذاهبين للأودس مسافرين ذهبت معهم بيقين إذ لم يكن معها أجرة سفرها قد أسلمت ذاتها مريم المصرية لمن في السفينة بنفس لعينة ووصلت للميناء مريم المصرية لما أرادت دخول الكنيسة بقبول شعرت بيد المهول مريم المصرية تجذبها للوراء فشعرت يا أحبة إن هذا اللي افعلها جزاء مريم المصرية لعدم طهارتها وشدة نجاستها رفعت عينيها لخالقها مريم المصرية وهي منكسرة القلب وبكت بكى بحب متشفعة بأم الرب مريم المصرية وسألتها بدموع وشفاعة عند يسوع صوتها لدي مسموع تشجعت البتول وأرادت الدخول فوجدت القبول مريم المصرية دخلت يا حاضرين سجدت مع الساجدين وصلت بيقين مريم المصرية طالبة من الله يرشدها لرضا يرفع غضبه عنها مريم المصرية ووقع
وقفت بمعونة ما يكون للعذراء لحنونة مريم المصرية وطلبت بحرارة ترشدها بمهارة لحياة البرارة حيث خلص نفسها فسمعت من يقول لها في الأردن تجدينها مريم المصرية فنهضت لسعتها وفي الطريق قابلها إنسانا أعطى لها مريم المصرية ثلاثة دراهم فضة ابتاعت بها الحرة ثلاثة أرجفة طازجة مريم المصرية نهر الأردن عبرت وبالبرية مكثت 47 عام بقيت مريم المصرية الأنبذ سيما قبلت ومن يده اتناولت وبعد ذلك رقدت مريم المصرية رأى الأب جوارها أسدا جاء يحرسها ومكتوب في راسها مريم المصرية يازو سيما أبينا ادفن المسكينة مريم الأمينة مريم المصرية صلى عليها لرب وقام ودفنها بيده وعاد إلى ديره مريم المصرية صلواتها تكون معنا طلبتها ترفعنا للرب فيقبلنا تكون لنا حارس من كل الدسائس وللملكوت نارث مريم المصرية يا حبيبة الإلهنا كن لك أكسياس 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 مريم المصرية تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله القدسة مريم المصرية أعنا أجمعين القديس العظيم الأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك. ولد هذا القديس بمدينة روميا من والدين مسيحيين غنيين جدا، فعلماه العلوم الكنسية ورسماه شماسا، وقد نال من الثقافة اليونانية قسطا وافرا ومن الفضيلة المسيحية درجة كاملة، حتى أن الملك سيئودوسيوس الكبير لما طلب رجلا حكيما صالحا ليعلم ولديه لم يجد أفضل منه، فاستحضره إلى قصره وعهد إليه تعليم ولديه، فأدبهما وعلمهما بما يتفق مع غزارة علمه. وقد حدث ذات مرة وهو يعلمهم أن اضطر أن يضربهما ضربا موجعا، فلما مات والدهما ملك واحد منهم على روميا والآخر على القسطنطينية، فتذكر القديس أنه كان قد ضربهما مرة وأن أحدهما ينوي له شرا، وبينما هو يفكر في هذا الأمر أتاه صوت من قبل الرب الإله قائلا: يا أرساني أخرج من هذا العالم وأنت تخلص. فقام على الفور وغير زيه وأتى إلى مدينة الإسكندرية، ثم ذهب إلى برية القديس مقاريوس، وهناك أجهد نفسه بالصوم الكثير والسهر الطويل،
وأتقن فضيلة الصمت، ولما سئل عن سبب ذلك قال: كثيرا ما ندمت على ما تكلمت، ولكني لم أندم على السكوت قط. وكان متضعا جدا، ويعيش من عمل يديه من ظفر الخوص، متصدقا بما يفضل عنه، وقد وضع تعاليم نافعة، وكان إذا دخل الكنيسة يتوارى وراء عمود حتى لا يراه أحد، وكان منظره حسنا، بشوش الوجه طويل القامة، إلا أن كثرة السنين أحنت ظهره، وتنيح في سنة 445 ميلادية، وتعيد له الكنيسة في 13 بشنس من كل عام. بركة صلاة هذا القديس فلتكن معنا جميعا، آمين. في بستان الرهبان ظاهر بأجل بيان معلم ملوك الرومان، اليهود أبا أرسليوس نشأ في أسرة تقية في البلاد الرومية، نال أحسن تربية، اليهود أبا أرسليوس سمع الملك بحكمته وعلمه وقدسته، أخذوا إلى خاصته، اليهود أبا أرسليوس ها ابني الأميرا لك هما خاضعا وبعلمك ينتفعان، اليهود أبا أرسليوس سمع دعوة سماوية، اهرب للبرية فتخلص بالكلية، اليهود أبا أرسليوس جاء إلى شهيت إلى أبا إلى إسقيط، وبسرعة انتشر الصيت، اليهود أبا أرسليوس عاش في هدوء وسكون بعيد عن العيون، يناجي الرب الحنون، اليهود أبا أرسليوس قال حين تكلمت كثيرا ما ندمت، لكن بالصمت فرح، اليهود أبا أرسليوس في أثناء القدس يختفي عن كل الناس ويصلي بالحواس، اليهود أبا أرسليوس اللي الكل صلاة وحديث ما عليلة سهرا كالعذراء، اليهود أبا أثناء الأغابي الآن الخاطي واللطمة على وجهي، اليهود أبا أرسليوس قال وقت النياحة بكت طول الحياة لأجل هذه الساعة، اليهود أبا أرسليوس فقالوا له طوبك باكت هنا على خطاياك فلن تبكي هناك، اليهود أبا أرسليوس يا معلم الأمراء يا عظيم بين لابا اذكرنا في السماء، اليهود أبا أرسليوس تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين، الكل يقولون يا إله أنبا أرسليوس عنا أجمعين. فبيصوفوا سبصخني أرؤوس.